السلام عليكم، يعطيكم العافية. بدنا نحكي اليوم عن فيزياء النواة. طبعا احنا في الدرس الأول في فيزياء النواة، ونبدأ بدايتنا أو أول شيء نشرح فيه عن مكونات الأنوية أو النواة. زي ما كنا بنعرف المكونات أو النواة لها مكونين، اللي هو البروتون رح أمز له برمز بي، والنيوترون اللي هو رمزه N. أنا هون حاط شحناتهم. احنا بنعرف البروتون موجب الشحنة والنيوترون متعادل كهربائيا. في تسمية ثانية تطلق على مكونات النواة، فالبروتونات غير اسم البروتونات لها اسم نيوكليون، والنيترون له اسم نيوكليون، فتسمى مكونات النواة نيوكليونات. فلما يسألك أو لما أجي أحكي لك من مطلع نيوكليونات، بقصد فيها البروتونات والنيترونات كلها، اللي هي كل مكونات النواة. لا، في عنا بس شغلتين اللي نذكرهم، اللي هو إيش اسمه العدد الكتلي اللي هو رمزه A، والعدد الكتلي هو عبارة عن مجموع عدد البروتونات والنيترونات، يعني النيوكليونات. ما هيك اتفقنا؟ فمجموع النيوكليونات كلها شو يسمى؟ عدد كتلي. هلا العدد الذري اللي هو رمزه زد هو عدد البروتونات بحد ذاته، بس بي اللي هو عدد البروتونات. فمثلا انا حاط بس مثال سريع انه جد عدد البروتونات والنيوترونات في نواة عنصر الصوديوم اللي هو الان اي 23 12. خلينا بس مع بعض عشان نوجد عدد البروتونات والنيوترونات. اذا بدي اطلع على اي اللي هو العدد الكتلي، بنلاقي انه عددها الكتلي 23، فبقول له انه اي لها تساوي 23. هلا طبعا انا هيك اوجدت العدد الكتلي اللي هو ايه، اللي هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات. اذا بطلع زد لهذا العنصر، فزد تبعته هي هون تساوي 11. لا، مو طالب اني اعرف عدد البروتونات والنيوترونات، احنا بنعرف انه زد هو يمثل اصلا عدد البروتونات، فهيك كاني انا اوجدت عدد البروتونات اللي هو نفسه يا جماعه الزد اللي هو العدد الذري. هلا طالب اني عدد النيوترونات، العدد الكلي للنيوكليونات 23، البروتونات اخذت من 23 كم؟ 11. لعاد كم بضل النيوترونات؟ إذا أنا هو بحط قاعدة، بدي أقول لك إذا بدك الـ N، خلينا نفترض إنه رمز اللي هو عدد النيوترونات، فيساوي A العدد الكتلي ناقص Z، فالـ A تساوي 23 ناقص 11 وتساوي 12. فبقدر أحكي هي عشان نخليه بالعربي 12 اللي هو عدد النيوترونات. طبعا أكيد لو جمعت 12 مع 11 اللي هو النيوكليونات الكلي بيطلع 23 اللي هو العدد الكتلي، زي ما اتفقنا هو عدد البروتونات والنيوترونات. طيب بدنا نحكي عن النظائر. في الكيمياء احنا بنعرف النظائر هي عدد، عفوا هي ذرات العنصر نفسه تتساوى انويتها في عدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. يعني نفس العنصر عندنا نفس الزد له، نفس الزد اللي هو العدد الذري هذا. يعني اذا بدك تصنف بس عنصر اورجيك، مثلا رسمت هي الايه، هاي عنصر، يعني رسمت مثلا عنصر اسمه اكس، له هون ايه وله هون زد. ايه هو عدد الكتلي وزد هو عدد الذري، راح تتشابه كلها بالزد، راح يكون لها نفس العدد الذري، واختلافنا وين راح يكون؟ في ايه، في العدد الكتلي. يعني بمعنى اخر تعرف انا قاعد بحكي عن اختلاف في ان اللي هو عدد نيوترونات، تمام، بس عدد البروتونات يبقى فيها ثابت. فخلينا نشوف هون امثله على نظائر. انا حاط نظائر للهيدروجين، حاط الهيدروجين عادي اللي بنعرفه اللي هو واحد بواحد، اذا عملنا انويات بس هيك فحص سريع. اذا سالتك كم عدد البروتونات تنقل من هون مباشره اللي هو العدد الذري، بتحكي له استاذ واحد. طب كم عدد نيوتروناته؟ اطرح لي عدده الكتلي من عدد الذري زي ما عملنا هون، بنطلع عدد نيوترونات 1 - 1 0. اذا الهيدروجين لا يحتوي على نيوترونات ولكن يحتوي على بروتون واحد فقط. حاط نظير ثاني للهيدروجين وهو الهيدروجين 1 2. هلا الهيدروجين هذا عدد ذراته، طبعا عدد عفوا الذري له او عدد البروتونات اللي هو 1. لو طلبت منك تطلع لي عدد نيوترونات تحكي لي 2 - 1 يساوي 1. إذا هم راح يتشابهوا كلهم، طلع بعدد البروتونات 1 1، والاختلاف عندي في عدد نيوترونات، هون نيوتروناته 0، هون نيوتروناته 1، وهون نيوتروناته 2. طبعا هذا التيتيوم اللي هو أحد نظائر الهيدروجين. إذا هيدروجين هو هيدروجين عادي، بروتوناته 1 نيوتروناته 0، في عندنا ديتيريوم، ديتيريوم عدد بروتوناته 1 ونيوتروناته 1، وعندنا تريتيوم عدد البروتونات عنده 1 وعدد النيوترونات عنده 2، اللي هو نظائر الهيدروجين. نيجي على نظائر عنصر ثاني ندرسها مع بعض وهو نظائر اليورانيوم. اليورانيوم في نظيرين له، في يورانيوم 92 عدد الكتل 238، وفي اليورانيوم 92 235. هلا الاكثر انتشارا في الطبيعه هو اليورانيوم هذا اللي هو 238 ب92، هذا اسمه يورانيوم طبيعي. هلا بنيجي نحكي على 92 235 نسميه اكتينيوم، تمام، هو اقل انتشارا في الطبيعه. وهون نظر الهيدروجين مين الاكثر انتشارا؟ طبعا الهيدروجين العادي اللي بنعرفه اللي هو عنده بروتون وعنده صفر نيوترون، فهو الاكثر انتشارا. يعني انا بس هون انتبه، اكثر انتشارا اكثر انتشارا. نيجي الآن على وحدات لقياس الكتلة. إحنا بنعرف وحدة قياس الكتلة في دراستنا هي وحدة الكيلوغرام، طول عمرنا نتعامل مع وحدة الكيلوغرام، بس نحكي عن أجسام كبيرة نسبياً أو تحمل كتل عالية. في دراستنا هسا بنحكي عن إشي اسمه بروتون ونيوترون أو حتى النواة نفسها.
وهدول الاجزاء وهدول الاشياء كتلها بتكون نسبيا قليله، فكان لابد من ايجاد وحده قياس جديده للكتل، وتكون هاي الوحده متخصصه للاجسام او الجزيئات اللي كتلها بتكون صغيره. وهاي الوحده طبعا هاي الوحده كيلوغرام نعرفها كيلوغرام. هلا الوحده هاي اسمها وحده كتل ذريه، واو كاف ذات رمزها. هلا ما هي وحده كتل ذريه؟ من جبناها؟ هي 1 على 12 من كتله نظير الكربون 6 ب 12. اشمعنى؟ اشمعنى 1 على 12 من كتله نظير الكربون؟ بدي اورجيك شغله. العدد الكتلي للكربون هو يساوي 12، فكاني انا قاعد بوجد 1 على 12، اوجدت كتله الكربون وقسمت كتله الكربون كلها على كم؟ على 12. يعني اوجدت كتله النيوكليون الواحد، هي منطقيا عندها 12 نيوكليون هيهم، وانا قسمت كتله النواه هاي على 12، يعني طلعت كم كتله النيوكليون الواحد. انا بدي اياك تفهم بس هون انه الوحده الكتله الذريه الواحده هي تكافئ 1 على 12 من كتله نظير الكربون، واللي تكافئ بالكيلوغرام 1.66 في 10 قوه سالب 27 كيلوغرام. طبعا احنا هون ما بنحفظ القيم هاي، كلها معطاه. واذا سالت سؤال وحكالك لماذا اخترنا الكربون تحديدا دون عن باقي العناصر، بقول له لسببين رئيسيات مذكورين بالكتاب. الكربون هذا هو الاكثر انتشارا في الطبيعه، كل المركبات العضويه اللي الكائنات الحيه موجوده في داخلها كلياتها تحتوي على عنصر الكربون، فعشان الكربون هو الاكثر انتشارا. والميزه الثانيه الكربون كمان اكثر استقرارا، هو مستقر جدا او اكثر من ضائع الكربون استقرارا. طيب هدول بس تذكرهم اللي هم الميزات الثنتين او خواص الثنتين، خلونا نختار الكربون 6-12 عشان نطلع وحده قياس جديده للكتله. هون بدي احكي عن بعض الخصائص للنيوان. اول خاصيه انا هون قاعد بحكي عنها كتله النيوان، حاكي انه في طريقتين لحساب كتله النيوان. مسمي هاي الكتله اذا الكلمه هاي مش واضحه كتله تقريبيه، ومسمي هاي الكتله اذا انها برضه مش واضحه اسمها كتله حقيقيه. خلينا بس نفهم شغله، احنا قلنا يا جماعه انه مكونات النيوان شغلتين اللي هو البروتون والنيترون. فاذا انا بوجد عدد البروتونات وبضربهم بزد اللي هو العدد الذري اللي هو عدد البروتونات، وبوجد عدد النيوترونات وبضربهم بN اللي هو عدد النيوترونات، بطلع وبجمع طبعا قيمتين مع بعض بطلع كتلة نواة زي ما انا عامل هون. ركز معي، بدي كتلة نواة اصلا مكوناتها بروتون ونيوترون، طلع لي كتلة بروتون واضربها بزد العدد الذري للبروتونات، طلع لي كتلة نيوترون واضربها بN اللي هو عدد النيوترونات، واجمع القيم هاي مع بعض البعض بطلع كتلة نواة كاملة. بس انا هون قاعد بحكي لك عن شيء ثاني بدي استخدمه هون في شغلي لخصائص النواه، بدي استخدم كتله تقريبيه للنواه. بدي اياك تستوعب شغله انه كتله البروتون تقريبا تساوي كتله النيوترون، الفرق بينهم بوحده الكتله الذريه. اذا بتطلع على الجدول انا حاطه، انا مش حاطط الجدول هون بس موجود بالدوسيه، بتلاحظ انه كتله البروتون تقريبا تساوي النيوترون، فليش ادرس الاثنين؟ اذا بطلع كتله تقريبيه بندرس بس كتله مين؟ البروتون، وبنضربه في ايه؟ شو هو ايه؟ عدد الكتلي اللي هو عدد النيوكليونات، وعدد النيوكليونات عفوا كامل في داخل النيوان. للي مش مستوعب الموضوع بدي اعطيك بس مثال صغير. عندي كرات حمراء وعندي كرات خضراء. الكرات الحمراء مثلا تمثل البروتون اذا بدك، والكرات الخضراء تمثل نيوترون. جيت حكيت لك طلع لي كتله مثلا الصندوق اللي بيحتوي على كل الكرات الحمر والخضر، راح توجد عدد الكرات الحمر تضرب كتله حبه منهم على فرض من كتلهم كلهم متساويه، راح توجد كتله كرة خضراء تضربها بعدد الكرات الخضر كلهم، بعدين الجواب اللي هم الجواب هم تجمع مع بعض هيك بتطلع الكتلة الكلية. وبحكي لك إذا كانت كتلة الكرة الحمراء تقريبا تساوي كتلة الكرة الخضراء، فأنا بكل بساطة شو بسوي؟ بضرب كتلة هالكرة الخضراء هاي بعدد الكرات كلهم، وهذا اللي عملته هون. فهلا بدي اياك تركز على الكتلة التقريبية للنواة، تمام؟ رح نأجل الكتلة الحقيقية للنواة عند دراسة طاقة الربط النووي، بس هلا احنا في دراستنا لخصائص النواة رح نستخدم الكتلة التقريبية. الآن حجم النواة كيف نحسبه؟ طبعا قبل ما ابدا بالحجم بدي احكي لك بس نقطتين، انه النواة شكلها كروي، تمام؟ اتفقوا العلماء على انه شكل النواة هي شكل كروي، فعند ايجاد حجم النواة راح نستخدم حجم الكرة اللي هو 4-3 باي منقاف تكعيب. اعطوني العلماء طريقة لحساب نص قطر النواة. لحساب نص قطر النواة بنستخدم قانون بيحكي نون قاف نواة تساوي نون قاف نوت ثابت مقداره 1.2 في 10 قوة سالب 15 في الجذر التكعيبي لايه؟ ايه يا جماعة هو العدد الكتلي، بتاخذ جذر تكعيب العدد الكتلي. يعني اذا برجع انا وياك مثلا نواتون الصوديوم كوني حاط مثالها على اللوح، طلب منك انك تحسب نص قطر نواه الصوديوم، باجي هون بقول له نون قاف نوت بعوضها 1.2 في 10 سالب 15 وباخذ الجذر التكعيبي لعددها الكتلي اللي هو 23، وهيك بحسب نص قطر نواه الصوديوم. هلا انا هون قلت لك عشان نحسب حجم النواه رح نستخدم قانون حجم الكره 4-3 باي نون قاف تكعيب. طب بدي اعوض مكان نون قاف هي بتعويض نون قاف، قانونها موجود هون، ننزل 4-3 نزل زي ما هي، الباي زي ما هي، مكان نون قاف انسى التكعيب بس مكان نون قاف حتى قيمتها،
اللي هو نون قاف نون في الجدول التكعيبي لإيه. طبعا ساعتها يا جماعه نون قاف نون تكعيب هي نزلت الجذر التكعيبي لإيه. طبعا تكعيب بروح هاي 3 مع 3 على 3 تساوي 1 فبطلع الجواب إيه. انا هيك طلعت قانون لحساب كتله النواه التقريبيه وقانون لحساب حجم النواه. هلا اذا نطلع الكثافه بدنا نقسم الكتله على الحجم وهذا اللي بسويه انا وياك هلا على اللوح. طلع علي هلا كتله النواه اتفقنا اللي هي كتله البروتون مضروبه في ايه العدد الكتلي، وحجم النواه اتفقنا هي قانونه 4 3 باي نون قاف تكعيب نوت اللي هو ثابت في ايه. وبكل بساطه ايه بسط مقام اللي هو العدد الكتلي رح نختصره على طرفي المعادله، هون اختصرته بالبسط واختصرته هون في المقام، فصفت الكثافه تبعت النواه ث تساوي بضرب هاي بمقلوب بتساوي 3 كتله بروتون على 4 باي نون قاف تكعيب نوت، وهذا المقدار يا جماعه خلينا نتاكد منه انا وياكم سريع، 3 رقم ثابت، كتله البروتون ثابته لجميع العناصر، كل عناصر نفس البروتون او البروتون هو ثابت والنيترون ثابت في جميع العناصر وكتلهم وشحناتهم كلها ثابته، بس الاختلاف اعداد البروتونات والنيترونات في كل نواه هو اللي بيخلي الانويه مختلفه عن بعضها البعض، بس كبروتون هو جسيم يحمل كتله وشحنه ثابته في جميع العناصر. فكتله البروتون ثابته والثلاث ثابت والاربعه ثابت والباي ثابت ونون قاف تكعيب نوت ثابت. اذا بدنا نستنتج انه كثافات الانويه شو مالها؟ متساويه او ثابته، وهذا الاستنتاج هون. نلاحظ كثافات الأنوية جميعها متساوية، كل الأنوية لها نفس الكثافات ومتساوية في الكثافة وتساوي مقدار ثابت. يعود سبب ذلك لأن مكونات الأنوية هي نفسها لكل العناصر، كل الأنوية مكونة من بروتونات نيترونات وكون لها نفس المكونات إذا رح يكون لها نفس الكثافة. هلا شو الأفكار اللي بتجيني هون؟ ممكن أثبت إنه الكثافة متساوية عن طريق إنه أحط القانون هاد كثافة تساوي كتلة على حجم، أكون حاكي شو الحجم، شو عفوا كثافة تساوي كتلة على الحجم، بحكي شو الكتلة شو الحجم وبقسم بورجي انه هذا المقدار يساوي ثابت. ممكن يجيني سؤال تفسير ليش جميع كثافات الانوية متساوية، و يعني هاي الافكار الرئيسية ممكن تجيني على درس بعض خصائص النواة. ملاحظة اللي خلى الان تكون الكتل مش متساوية لجميع العناصر وجود العدد الكتلي اللي بيختلف من عنصر لعنصر، واللي خلى الحجم يكون مش متساوي لكل العناصر او الانوية عفوا هو وجود ايه اللي هو بيختلف برضه من نواة الى نواة، ولكن فيش ايه في الكثافة، فلهيك احنا حكينا كثافات الأنوية جميعها متساوية. نبدأ يا جماعة حل أسئلة على الدرس الأول في فيزياء النواة. نشوف في السؤال الأول، السؤال الأول صفحة 3، ما عدد البروتونات والنيوترونات في نواة عنصر البوتاسيوم؟ معطيني يا جماعة عنصر بوتاسيوم K19 عدد الذري Z وعدد الكتلة 39 اللي هي ليه؟ وطالبنا نعرف كم عدد البروتونات والنيوترونات. أول شيء راح نحله يعني بشكل سريع لانه بسيط الموضوع. عدد البروتونات يا جماعه اللي هي البي، اعداد البروتونات هي تساوي الزد اللي هو العدد الذري والذي يساوي نقل من السؤال 19. هاي خلصنا من اول مهمه. هلا المهمه اللي بعدها خلصنا من عدد البروتونات، مطلوب مني عدد النيوترونات. احنا قلنا اذا بنطرح الاي اللي هو العدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات والنيوترونات بنطرحه من الزد اللي هو عدد البروتونات بنطلع عدد ان نيوترونات. فانا بدي اكتب لك هون قانون بدي اقول لك انه الان هي فعليا تساوي A ناقص Z، والA اللي هي 39 ناقص Z 19 يعني جوابي بيطلع 20، فعدد نيوترونات يساوي 20 نيوترون. طيب إذا هون عدد البروتونات جاهز 19، نيوترونات 39 ناقص 19 تساوي 20 اللي هو عدد نيوترونات. هلا في سؤال 2 صفحة 3، طالب احسب نص قطر نواة الليثيوم، معطينا الـ I 3 في 8. طبعا اخذنا قانون مع بعض حساب نص القطر يا جماعه وقانون حساب نص القطر. طبعا انتبه يا جماعه ملاحظه صغيره، احنا اخذنا زمان في فيزياء الكم قانون حساب نص قطر المدار اللي هو نون قاف اي مدار يساوي نون قاف بور في نون تربيع. هون ما دخلنا، هون احنا قاعدين نحسب نص قطر النواه، فصفى مع قانونين لانصاف الاقطار. في الكم قانون بحسب نص قطر مدارات الطاقه التي تحيط بالنواه اللي نون قاف بور في نون تربيع، وهون صار عندي قانون بحسب نص قطر النواة اللي هو نون قاف نوت في الجذر التكعيبي لإيه. فنون قاف تساوي نون قاف نوت في الجذر التكعيبي لإيه. نون قاف نوت اتفقنا 1.2 في 10 قوة سالب 15 وهي مقدار ثابت في الجذر التكعيبي للعدد الكتلي للليثيوم اللي هو 8. طبعا جذر تكعيبي لل 8 يساوي 2، بضرب 1.2 في 2 بيطلع الجواب 2.4 في 10 قوة سالب 15 متر اللي هي نصف القطر.
في سؤال ثلاث صفحة أربعة، أنا حالي بصراحة السؤال لأنه هي فكرة خلينا نحكي إنها مكررة علينا، فأنا قلت لكم وحضرتكم منها، ممكن يطلبنا تحسب كثافة النواة، فطلع شو بتسوي. احسب كثافة نواة الهيليوم الHE 2 في 4. هلأ سواء هيليوم ولا أي نواة في الدنيا كثافة تطلع متساوي، وقانون حساب كثافة النواة هي خليكم معي. طلع كثافة النواة تساوي 3 كتلة بروتون على 4 باي مقاف نواة تكعيب. هذا الكلام حكيناه هسا، هذا قانون يستخدم حساب كثافة الأنواة. 3 نزلتها كتلة البروتون ثابت تلاقيها في ورقة الامتحان 1.6922 بال10000. هلا انا ممكن اقربه، ممكن احط 1.60 بالامتحان، ممكن ما يكون الرقم كامل. هلا بغض النظر، مضروب 10 قوس 27 على 4 في باي 3.14 في نوقف نوت تكعيب ما هي ثابت 1.2 في 10 قوس 15 هسه استخدمناها. طبعا بدي اخذ لها التكعيب. طبعا انا ليش حليت السؤال وما حليته معك؟ لانه هذول كلهم ثوابت فيزيائيه يا جماعه، ما في شيء اسويه. فهلا الجواب النهائي بيطلع 2.3 في 10 قوة 17. لاحظ الكثافة نسبيا للأنوية كبيرة نسبيا، مكوناتها خلينا نحكي كتلها كبيرة، من الكثافة تساوي كتلة على النواة، فكتل المكونات كبيرة بالمقابل حجم تبعها أو أبعادها بتكون صغيرة، كيلوغرام لكل متر تكعيب. أنا أنصح بأنه هذا الرقم نخليه ببالنا، 2.3 في 10 قوة 17. مين مطلب مني كثافة أي نواة في الدنيا؟ بمثل التمثيلية هاي أنه أنا حطيت القانون وأنا عوضت الثوابت هاي كلها، وبالاخير بيطلع معي جواب 2.3 في 10 قوه 17. بنيجي على السؤال هذا، سؤال 4 صفحه 4 بحكي طبعا هو سؤال كتاب، انا محاول اني اوضح الوان عشان نقدر نميزه ونحل السؤال، بس انا بنصح اذا انت السؤال مش كثير واضح تشوفه في الكتاب، فهو سؤال كتاب في الاصل وملون في الكتاب. يمثل الشكل المجاور ثلاث انويه مختلف، في نواه اسمها باء، في نواه اسمها الف عفوا، في نواه اسمها باء وفي نواه اسمها جيم. الآن مطلوبنا في السؤال أي منها يمثل نظائر العنصر نفسه. أذكرك في النظائر، حكينا النظائر بتكون متشابهة في عدد البروتونات اللي هو الزد، ومختلف في العدد الكتل اللي هو A. يعني فعليا عندها الـ N مختلف بس الزد نفسه أو عدد البروتونات. هلأ إذا بدي أمسك واحدة منهم بشكل بس سريع عشان نشوف بس كل واحدة، نمسك الأولى باللون الأخضر يا جماعة أنا حاط نيوترونات، وباللون الأحمر حاط بروتونات. فلما أسألك عن الـ N تبعها لو عدد النيوترونات تبعها، عد معي 1 2 3 4 5 بتقول لي الان تساوي 5. لما اسالك عن بي عدد البروتونات بتقول لي 1 2 3، فالزد تبع عدد البروتونات يساوي 3. تمام، بذكرك الان قصدي فيها عدد نيوترونات هي رمز العدد ان، والزد قصدي فيها عدد بروتونات هي رمز العدد وهي بي بروتونات. طيب نيجي على باء، اذا بدي اسالك عن ان اللي هو عدد نيوترونات بتحكي لي استاذ باللون الاخضر النيوترونات 1 2 3 4 عدد نيوتروناتها 4. لو اسالك عن عدد البروتونات 1 2 3 4 برضه الزد تبعها يساوي 4. نجرب اللي بعديها، لما اسال عن ان عدد النيوترونات تبعها بتحكي لي 1 2 3 4 5، ولما اسالك عن الزد تبع عدد البروتونات تبعها 1 2 3 4. هلا انا مش مهتم بعدد النيوترونات، العدد اللي فوق هذا نهائيا ما بيهمني، احنا حتى تكون نظائر لازم تكون عدد البروتونات متساوي. فإذا بطلع على الزد لهم بلاقي انه هنا الزد 3 بروتوناتها 3، هون بروتوناتها 4 و4، عندي هون تشابه في اعداد البروتونات وما بيهمني عدد النيوترونات. اذا بقدر احكي عن هدول العنصرين مع بعض او نواتين يمثلوا نظائر، يعني اي منها تمثل نظائر راح اجاوب احكي اللي هي باء وجيم تمثلان نظائر. اذا بدي اكتب تفسير علمي ليش بحكي لانهما تتشابهان في العدد الذري، تنتقل لهم نفس العدد الذري اللي هو إذا بدك عدد البروتونات، وعند اختلاف في العدد الكتل اللي هو عدد النيوترونات. الآن نروح لسؤال 5. في سؤال 5 فينا نواتين سين وصاد، إذا علمت أن العدد الكتلي لنواة سين يساوي 3 أمثال العدد الكتلي لنواة صاد. هذا سؤال كتاب. هلا اسمعني شوي، خلينا نحط لك إياه هون. العدد الكتل اللي هو A تبع النواة سين هو يساوي 3 أمثال الـ A العدد الكتلي تبع النواة صاد. هذا المرجع تبعي اللي أعطاني إياه في السؤال، راح أبدأ من عنده حل السؤال. وطالب منها هسه نسب تحت، طلع جد نسبة كثافة نواة سين إلى كثافة نواة صاد، وبعدين قطر نواة سين لا قطر نواة صاد، لاحظ قطر مش نص قطر، أوكي مش رح تفرق بس إنه انتبه، حجم نواة سين إلى حجم نواة صاد. خلينا نبدا بالالف. اذا بدي اطلع الان الكثافه، احنا اتفقنا انه الانويه كلها تحمل مقدار ثابت من الكثافه، كثافاتها متساوي. فلهيك اذا بدي اوجد له نسبه كثافه نواه سين الى كثافه نواه صاد، مفروض احكي له الجواب يساوي 1، لانه كل الانويه متساويه في الكثافه، فالكثافات تطلع متساوي. في فرع باء
مطلوب مني ايجاد نسبة قطر نواة س، يعني اثنين. طبعا انا ما عندي قانون للقطر، احنا عندنا قانون هون استخدمناه لحساب نص قطر الانوية. فانت بدك مني اثنين نصف القطر تبع س على اثنين نصف القطر تبع ص. صح، وهو اصلا اثنين من قاف هي تساوي القطر. طبعا انا قلت لك ما راح تفرق لانه اثنين مع اثنين بسطوا مقام شلتوا مع بعض. خلينا نعوض القانون. هلا نص قطر نواة س قانون هانون قاف نوت في الجذر التكعيبي للعدد الكتلي تبع س على نون قاف نوت في الجذر التكعيبي للعدد الكتلي تبع ص. هلا نون قاف نوت ونون قاف نوت بسطوا مقام شلتوا مع بعض، ما هي ثوابت. بدي اعوض يا جماعه. هلا انا بعرف انه العدد الكتلي تبع س هون يساوي ثلاث اضعاف العدد الكتلي تبع ص. اذا مكان عدد الكتلي تبع س بدي احط الجذر التكعيبي لثلاثه ايه لص على الجذر التكعيبي لايه ص. وخلينا اياكم فكها هاي هون في عمليه ضرب، بدي افك الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي للثلاث مضروب في الجذر التكعيبي لايه او عدد الكتل لص على الجذر التكعيبي للعدد الكتل لص. هيك بسطوا مقام راحوا مع بعض، عندي الجذر التكعيبي لايه. جواب تمام. احاول حلها انت، ارجع احاول حلها وشوف كيف بيطلع معك الجواب. نيجي على فرع جيم، راح حله هون فرع جيم. حجم نواة س الى حجم نواة ص. طيب يلا نحط حجم س على حجم ص. القانون حجم س 4 3 باي نون قاف نوت تكعيب في الجذر التكعيب عفوا في ايه تبع س. هذا القانون يا جماعه اخذناه يعني قبل شوي حكينا عنه. 4 3 باي نون قاف تكعيب نوت، اوكي. انا هو 4 3 باي نون قاف القانون بالاصل، تمام. عوض مكان نون قاف قيمتها اللي نون قاف نوت في الجذر التكعيبي لايه. يعني انت بس تذكر القانون الحجم بتلاقي هوت اخذناه قبل شوي. وهون 4 على 3 باي نون قاف تكعيب نوت لايه ص. طبعا بدي اختصر كل شيء هون بسطه مقام، بضل عندي ايه تبع س على ايه تبع ص. وانا بعرف انه العدد الكتله س يساوي ثلاث اضعاف عدد كتل ص. اذا ما كان عدد كتل س بدي احط ثلاث العدد الكتلي تبع ص على عدد الكتل ص. بسطه مقام مع بعض الجواب ثلاث. إذا إجابات الأفرع على الترتيب طلع عندي إجابة فرع ألف واحد لأنه الكسرات متساوي. إجابة فرع باء الجذر التكعيبي عفوا للثلاث، أنا حاط لها الجذر التكعيبي للثلاث، وهون جواب ثلاث. طيب نكمل دراستنا. في عندنا هون مجموعة أسئلة ضع دائرة. طبعا أنا بدي أحل كمان سؤال ستة وسبعة، هلا سؤال ثمانية وسؤال تسعة وسؤال عشرة إجاباتهم ضمن الشرح، هي مادة وأسئلة نصية. ففي سؤال مثلا ثمانية بيطلب منا نثبت إنه كثافات الأنوية متساوية، عملناها قبل شوي مع بعض هون، تمام. في في السؤال اللي بعده المقصود بالنظائر، يعني انا بس بحكي لك انه الاسئله اللي بعد هيك اللي 8 و9 و10 هي اسئله نصيه بتعتمد على دراستك فقط، اوكي. طيب او علي ليش كثافات الانوية متساوي، برضه حكينا على اللوح كنا حاطينه هون. الان سؤال 6، احد الرموز التاليه تعتبر نظير للنواه. طبعا احنا نحل سريع، هو طالبني نظير، انا ما في داعي اقعد ارخم حالي اتذكر شيء. النظائر متشابهه بس تشابه في زد. سريع ها بدي احله بسرعه. الزد تبع اكس يساوي 92 للي مش شايف هيك كبرتهم. عددها الذري يساوي 92. بتطلع خيارات ضع دائره، بس على العدد الذري، بيهمنيش العدد الكتلي. تمام؟ تعبير عدد النيوترونات ما بيهمني، بيهمني عدد البروتونات. 90 اكس انسى. 90 انسى. 91 انسى، الجواب الصح البي. 235 بيهمنيش العدد الكتلي، بيهمني انه العدد الذري عنده متساوي 92 92. فالجواب الصح هو ب. لا. سؤال 7، تمتاز نواة العناصر بأنها كتلها ثابتة تقريبا. طبعا خطأ، الكتل بتختلف لأنه قانون الكتلة هاي بدي أذكرك فيه، الكتلة التقريبية هي كتلة بروتون في A، والA بتختلف من عنصر لعنصر. الآن كثافاتها ثابت تقريبا، طبعا صح، احنا اتفقنا على هذا الكلام وهسا حكينا عن هذا الرقم، قلنا يمثل كثافات جميع الأنوية تقريبا. حجومها ثابتة، لا، ما الحجم 4 على 3 باي نون قاف تكعيب نوت في A، و A تختلف من عنصر لعنصر، الحجوم مش متساوي. كثافاتها متغيرة، ما احنا هنا ناقضنا في العبالة لما قلنا فيه انه الكثافات جميعها تقريبا متساوية.